دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا اكتر على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي يا ليندا. زي ما قلنا يا شاذلي من شويه في ارتفاعات في درجات الحراره، والارتفاعات دي هتكون مستمره معانا كمان الايام اللي جايه. تعالوا نشوف التفاصيل. اتفضلي. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشماليه وحر على جنوب سيناء وشمال الصعيد. كمان الطقس هيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد ومائل للبروده على شمال البلاد ولحد القاهره الكبرى وشمال الصعيد بالليل. في النهارده نشاط للرياح على اغلب الانحاء هتمتد للقاهره الكبرى. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يا دكتور، مع الارتفاعات اللي بتشهدها البلاد الايام دي، عايزين حضرتك تطمنينا اكتر على حاله الطقس اليوم. احنا الحمد لله اليوم بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، طبعا في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، درجات الحراره بترتفع عن الامس بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 29 درجه مئويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، بسبب طبعا تاثرنا بكتل هوائيه الجنوبيه الشرقيه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فالطقس بيكون خلال فتره النهار ومع سطوع أشعة الشمس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل على سواحلنا الشمالية، بيكون حار على محافظات شمال الصعيد، بيكون شديد الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد. أما خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يكون في فرق كبير بين درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل، بتوصل ل 14 درجة مئوية، والأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بتكون أجواء لطيفة على جنوب الصعيد طبعا خلال فترات الليل، وخاصة كمان إن بيبدأ مع ساعات المساء وفترات الليل في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه. نشاط الرياح ده بيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس خاصه خلال فتره الليل. يمكن احنا هنستمر شويه في الارتفاع الطفيف في درجات الحراره، ومتوسط درجات حراره ما بين ال 29 لل 31 درجه مئويه على مدار الايام القادمه، لكن الاجواء تبقى مستقره رباعيه مائله للحراره خلال فترات النهار. النصيحه المهمه والاساسيه في الفتره دي، مفيش مشكلة خالص خلال فترة الليل ان احنا خلال فترة النهار ان احنا خففنا الملابس او ارتدينا ملابس حتى صيفية، لكن فترات الليل لسه الاجواء بتكون اجواء مائلة للبرودة او اجواء باردة خلال فترات الليل، فاحنا لسه معانا قطعة ملابس اضافية لما بنحس بانخفاض درجات الحرارة بنرتديها، يعني على الاقل ملابس نقدر نقول شتوية خفيفة، قطعتين ملابس خلال فترات الليل. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 29 والصغرى بتسجل 15، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 13، سيوة العظمى 29 والصغرى 12، بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15، دمياط العظمى 24 والصغرى 14، الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 14، السويس العظمى 29 والصغرى بتسجل 14. هنروح لعريش العظمى فيها 22 والصغرى 13، سان كاترين العظمى 27 والصغرى 12، طابق العظمى 33 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 21، الغردقة العظمى 32 والصغرى 20، الفيوم العظمى 31 والصغرى 14، بني سويف العظمى 32 والصغرى 14، المنيا العظمى 31 والصغرى بتسجل 14. هنروح لأسيوط العظمى فيها 30 والصغرى 15، سوهاج العظمى 34 والصغرى 17، قنا العظمى 36 والصغرى 19، الأقصر العظمى 36 والصغرى 20، أسوان العظمى 37 والصغرى 21، الوادي الجديد العظمى 34 والصغرى 18، شلاتين العظمى 31 والصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى بتسجل 19.